النقطة دي يا دكتور، ما توقفتش مع نفسك وتقول طب ايه اللي يخلي الجميع يتكتلون ضدنا بهذا الشكل؟ احنا يا جماعة جزء من تحالف 30/6 وجزء من بيان 3/7 اللي صاغ المرحلة الانتقالية، لماذا تتعاملون معنا بهذا الشكل؟ خاصة انه كل تحالف 30/6 وحضرتك بتقول والأجهزة السيادية جميعا تقف ضدكم، يبقى إذن يبدو انه توجد مؤشرات خطر داخل حزب النور، يبدو انه يوجد اتهام بان حزب النور لا يختلف عن الاخوان عند هذه الاجهزه. لا، انا لا اتهم الاجهزه السياديه، ولكن بعضها ربما يكون، هل ده توجه بعض الاجنحه داخلها او بعض الافراد؟ انما الشواهد اللي شايفينها كان الاتجاه كله يدفع ضد حزب النور نوع من العداء، في حين ان احنا حزب النور يعني هو الحزب الوحيد اللي تم استدعائه يوم 3/7، الحزب الوحيد، واحنا الحزب اللي كان لنا دور فعال في الدستور والكل شاهد بذلك، مع ان كان لنا عضو واحد، واللي كان لنا دور فعال في التصويت على الدستور بنعم، عملنا حمله ما فيش اي حزب عملها على مستوى الجمهوريه، واحنا اللي سوقنا للناس، ودي حقيقه، ان هذا الدستور غير مصادم للشريعه الاسلاميه بل يحافظ على الهويه وعلى الشريعه، ودي حقيقه. ولولا ان احنا سوقنا هذا الامر كان الجانب الاخر كان بيسوق عند الناس ان هذا الدستور ضد الهويه ضد الشريعه، لولا وقفتنا اللي حسنت الصوره ووضحت الصوره. يعني انت يعني شايف انه يعني كان المفروض ان لا يتم المعامله بهذا الاقصاء اللي كانوا بيعبوه على الإخوان، يعني هم مارسوا نوع من الإقصاء أكثر مما كانوا يمارسوا الإخوان المسلمون، بحيث أن أي ائتلاف أو أي أحزاب أول شيء أول شعار ترفعه إلا حزب النور، يعني هنعمل ائتلاف هنعمل قائمة إلا حزب النور، كأن حزب النور ده يعني من حزب النور لم يثبت أن هو ارتكب عنفا لا لفظيا ولا بدنيا، بل إحنا انتهجنا النهج السلمي طبق الدستور وطبق القانون. المفروض ان احنا يتم تشجيع هذا الحزب بحيث ان هو الشباب يكون له متنفس عن طريق القنوات الشرعيه والقنوات الدستوريه والقنوات القانونيه. طب احنا لما حزب او تيار اسلامي يتخذ المنهج السلمي ويساند الدوله، وان كانت كل قراراتنا انحيازا للدوله المصريه وحفاظا عليها وحمايه مصر من عوامل الانهيار، المفروض يبقى في نوع من التشجيع. لما نجد ان هذه الحرب الصعبه ديت، ما انت كده بتدفع الشباب ان هو يروح يسلك مسالك اخرى عندما يرى ان الطرق